بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة بنتكلم فيها عن واحد من التوبكس والحاجات المهمة، اخصائي التصدير كوظيفة. الحقيقة التصدير زي ما احنا عارفين واحد من الانشطة الرئيسية اللي بتهم الشركات وتهم الدول، وخاصة في ظل الوقت الحالي. فهنلاقي ان في وظيفة اسمها اخصائي التصدير او الاكسبورت سبيشاليست، فهنعرف ان شاء الله في الفيديو المصغر ده اهم النقاط المرتبطة بوظيفة اخصائي التصدير. وبالتالي اي حد حابب يتعين او اصدقائنا اللي هم الفريش جريد اللي هم خريجين حديث التخرج ممكن يستفيدوا من الفيديو ده، زي الفيديوهات التانية اللي احنا عملناها في المهام الوظيفية للمشتريات. هنتكلم النهاردة المهام الوظيفية وملخص عن وظيفة اخصائي التصدير، هيفيد نوعين على الأقل، الناس اللي حابة تدخل الوظيفة، وكمان لو حد حابب يدخل في مجال التصدير هياخد أوت لاين كده رئيسية، أو يعني أهم الحاجات الموجودة في بداية نشاط التصدير. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه في ثلاث نقاط رئيسية. الأولى هتكون التعرف على التسويق والمبيعات للتصدير، الثاني هيكون ملخص عمليات التصدير، التالت هيكون بعض التحديات والمشكلات اللي ممكن تواجهنا والمخاطر وازاي نتعامل معاها. فركز معايا، الفيديو مش هيكون طويل ولكنه هيكون مفيد جدا ووجبة دسمة ومكثفة في هذا المجال. أولا، التصدير هو يعتبر بيع المنتج خارجيا، وعشان ده يتم محتاجين عمليات التسويق والمبيعات، أكننا بنعمل تسويق مبيعات. طب التسويق ده عايز يعمل إيه؟ عايز إن إحنا نشوف منتجاتنا ونبيعها للعملاء الخارجيين، وده مش هيتم إلا لما يكون عندي مجموعة من المعلومات الواضحة جدا عن منتجنا، عن شركتنا، ده بالنسبة لنا، عن عملائنا، عن المنافسين. وبالتالي ده هنعرفه ازاي؟ هنعرف نفسنا من خلال التحليل اللي بيتعمل داخليا زي سوات اناليسز او تحليل الموقف، وبعدين عايزين نعرف المنافسين ونعرف العملاء واحتياجاتهم وايه هي اهم اولوياتهم. ده هيتم من خلال حاجة اسمها بحوث التسويق الدولي، بالتالي احنا محتاجين نجمع بيانات ونعمل بحوث عن الاسواق المستهدفة، وده بيتم من خلال طريقتين بنجمع بيهم معلومات. عند تجميع البيانات من خلال الطرق الأساسية، إن أنا باخد نفسي وانزل أزور البلاد المستهدفة وأجمع معلومات وأقابل الناس وأعمل ملاحظات وأجمع بيانات عن الناس بنفسي، أو عندي طريق تاني إن أنا أجيب بيانات جاهزة، وده بيتم من خلال السكندري داتا اللي بتكون من خلال أنا بجمع معلومات من الإحصائيات من شركات الاستشارات. كل دول بيدوني شوية معلومات مهمين جدا لا غنى عنهم، عشان أنا بعد المرحلة دي أكون واصل، أكون عارف نفسي منتجي يعني، وعارف شركتي، عارف نقاط القوة والضعف، عشان أوصل لحاجة اسمها نقاط التفرد الخاصة بمنتجنا، أو حاجة اسمها يونيك سيلينج بروبوزيشن أو يونيك سيلينج بوينتس. إيه هي نقاط التفرد الخاصة بي أنا كمنتج وشركة؟ وفي نفس الوقت من المعلومات اللي أنا جمعتها من السورسز اللي إحنا قلناها من شوية، بعرف إيه هي احتياجات عملائي، ايه هي اكتر حاجة بيفضلوها، وايه اولوياتهم، عشان احول المزايا اللي انا شفتها من شوية لقيم لعملائي، وابدأ بناء على هذا الكلام اعمل خطة التسويق الدولي. وده بيكون عبارة عن ان انا بعمل الماركتنج ميكس بتاعي، او بعمل الفور بيز او السيفن بيز بتوعي، عشان خاطر استهدف بيهم عملائي. في الأخير عايز أوصل إن العملاء يقتنعوا بيا وبمنتجي، الخارجيين بتكلم يبدأوا يطلبوا المنتج بتاعي، ونبدأ نعرض عليهم ونعمل أوفرز، وبالتالي بنعمل كوتيشنز أو نعمل عروض أسعار. وده هيدخلنا بعد كده من الكلام عن التسويق والمبيعات بمنتهى موجز، بمنتهى الإيجاز، عشان حضرتك وأنت بتعمل مقابلة تبقى عارف تقول القصة الجميلة اللي إحنا بنحكيها دي. بتلاقي نفسك كده محتاج تكون عندك معلومات ومعرفة عن الاوبريشن او العمليات اللي بتتم في التصدير. زي ايه؟ زي ان انت لازم تتفق على طريقة
السداد، يعني هندفع ازاي فلوسنا، او العميل هيدفع لي ازاي الفلوس. فعندي البيمنت تيرمز، لازم تكون عارف البيمنت تيرمز الاساسيه، زي الادفانس بيمنت، زي الدوكيومنتري كولكشن، زي الليتر اوف كريدت، زي الاوبن اكاونت، كل بدائل طرق السداد دور عليهم. هتلاقي انا عملت فيديو قبل كده مغطيهم، وغيري عامل فيهم فيديوهات، فلو سمحت دور عليهم واعرف ودور وجمع معلومات عن طرق السداد او البيمنت تيرمز. التاني حاجة بيكون محتاجين نتفق على الدليفري تيرمز، اللي هي البند المرتبط بشروط التسليم. وهنا بنتكلم شروط التسليم مقسومة عند الجزئين، موعد تسليم البضاعة، الميعاد يعني، وكمان مكان تسليم البضاعة. وده هيوديني ان حضرتك لازم يكون عندك معلومات عن الانكو تيرمز. اخر فيرجن موجود معانا اللي هو الانكو تيرمز 2020، هيوضح لحضرتك وانت بتتفق مع العميل الاجنبي او العميل الخارجي على مكان تسليم البضاعه. يا ترى هنسلم اي اكس ورك، ولا هنسلم اف او بي، ولا هنسلم دي دي بي، وات ايفر الاوبشن اللي هتتفقوا عليه. فانت محتاج تعرف 11 عقد او 11 بديل موجودين، طلعتهم الاي سي سي، الانترناشونال تشامبر اوف كوميرس، عشان يوضحوا فين مكان تسليم البضاعه ما بين حضرتك كبائع والمشتري الخارجي في عمليه التصدير. كل دي متطلبات خاصه بالاوبريشن. كمان اخر حاجه بالايجاز، لازم اكون عارف ايه هي المستندات اللي لازم اجهزها في عمليه التصدير. المستندات الرئيسيه زي فاتوره تجاريه او الكوميرشال انفويس، الباكينج ليست، قائمه التعبئه، البيل اوف ليدنج، بوليصه النقل والشحن الدولي، السي او او سيرتيفيكت اوف اوريجين، شهاده المنشا، وغيرهم من المستندات اللي بيطلبوا في عمليه التصدير. وبكده حضرتك تكون بدأت تجمع كل ما له علاقة بالأوبريشن الخاص بالتصدير. وكمان عشان تعمل أوبريشن أو عمليات التصدير، محتاج تكون عندك معرفة بالأطراف المتعاونة والمتداخلة في عمليات التصدير، زي الجمارك، زي المخلص الجمركي، زي الفريت فوروردر، زي الشيبنج لاين، زي شركة الطيران. كل دول أطراف، زي البنك طبعا، زي شركة التأمين، زي شركة التبخير، زي جهات النوعية اللي توافق لحضرتك على التصدير. دي كلها عمليات متداخلة في، أو أجزاء أطراف متداخلة في حتة الأوبريشن للتصدير. وبكده حضرتك تكون عندك معلومات كاملة، أو بدأت تحط فريم كده، إطار للتسويق المبيعات، وبدأت تحط فريم للأوبريشن في عملية التصدير. آخر نقطة نتكلم فيها عشان حضرتك تبقى لميت حتى في المقابلة، تعرف تجاوب وتعرف تشتغل إيفن بعد كده، بعض الملاحظات الهامة جدا. إن مش مهم بالنسبة لي كتصدير إن أنا أخطف البيعة وأقول ده عندي أوردر والراجل هيشتري كمية أو واتيفر، ده مش مهم. الأهم من ده إن حضرتك بتعمل أصلا التصدير ليه؟ عشان يجيب لك فلوس. فلازم تأمن نفسك في عملية السداد. يعني إيه؟ يعني من الملاحظات الهامة جدا لأخصائي التصدير أو اللي حابب يدخل في التصدير، لازم يأمن الفلوس من خلال البيرمنت تيرم أو طريقة السداد الأكثر أمانا. ونقدر نقول من أكثر طرق السداد أماما بالنسبة لنا إن العميل يدفع فلوس مقدما، بس مش كل العملاء هيوافقوا. نروح اللي بعدها اللي هو إيه؟ هيكون عندنا حاجة اسمها اعتماد مستندي، زي ما قلت لك قبل كده، ارجع دور عليهم وتعلمهم، لأن دول مهمين جدا بالنسبة لك. إيه كمان بالنسبة لنا في تحديات التعامل في التصدير؟ التصدير زي ما احنا قلنا البارت الاولاني بتاعي كان تسويق ومبيعات. فحضرتك لازم في التسويق تراعي اختلاف البيئات، زي الكالتشر، زي البيئة الموجودة خارجيا. الحاجات دي كلها بتأثر على المزيج التسويقي، وتأثر على خطة مبيعاتك لاحقا، وغيره من الحاجات الهامة. وفي الآخر كده، بعد ما سمعت من القصة الجميلة دي، حضرتك كحد راغب يدخل في مجال التصدير بقى عندك فريم أو إطار لملك معظم الحاجات الأساسية، زي إن حضرتك يكون عندك معرفة وإلمام بالتسويق ومبيعات الدولي، ولخصنا الفكرة بتاعته، زي يكون عندك الأوبريشن، العمليات، وإيه متطلبات العمليات في التصدير، سواء كان عقود التجارة الدولية الانكو تيرمز 2020، او كان طرق السداد، او كان المستندات، او كان ايفن حتى الاطراف المتعاونة، واخيرا كان التحديات اللي ربما تواجهك وانت شغال في التصدير. اخر حاجة بالنسبة لزملائنا اللي ربما يدخلوا في انترفيو وهم ناس لسه حديث التخرج، لازم تركز حضرتك على جزئيتين.
الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها دي تعتبر معرفه فنيه بالمجال التخصص، لكن برضو انا كحد بحاول اعين حضرتك ببقى عندي سؤال او سؤالين او بحط موقف كده بحيث ان انا اشوف البيرسوناليتي بتاعتك، الشخصيه بتاعت حضرتك ايه؟ يعني طريقه تفكيرك، هل حد اوبن مايند، هل حد امين، هل حد متلاعب؟ فطبعا الصدق مهم جدا جدا، لازم تكون صادق، ولو تحط في موقف وقول الموقف ويعني وضحه عشان يبين الاتيتيود بتاع حضرتك، وده ان شاء الله يكون يعني من الحاجات اللي تدعمك في المقابله. وفي نفس الوقت من ضمن المتطلبات الاساسيه لمجال التصدير لازم حد يكون حابب للتعلم والتطوير، لان التصدير مرتبط بحاجه مهمه جدا اسمها ريجوليشنز أو الإجراءات القانونية والإجراءات الحاكمة، سواء في بلد حضرتك في مصر أو في بلد اللي عايز تصدر لها، كينيا، إنجلترا، ألمانيا، واتيفر الدولة اللي حضرتك حابب تصدر ليها. فده بيستدعي إن حضرتك دايما تكون دؤوب في البحث عن المعلومة ومعرفتها عشان تكون قادر على المنافسة في مجال التصدير. وده كان ملخص الفيديو بتاعنا النهاردة عن مهمة أخصائي التصدير، إن شاء الله يكون داعم لزملائنا اللي حابين يدخلوا في المجال. وبالتالي لو عجبك الفيديو إن شاء الله يعجبك ويكون مفيد، ما تنسناش بدعوة، ونشوفكم دايما يا رب على خير في فيديوهات تانية. كان معاكم دكتور إسماعيل نصار، باحث دكتوراه في جامعة القاهرة وفي مجال سلاسل الإمداد واللوجستيات، ونشوفكم يا رب دايما بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.